سنة ونص وأنا وجوزي وولادي جينا. أنا عندي 5 أولاد وولدين وأربع بنات. أصغر واحدة عمرها 8 شهور وأكبر واحد عمره 16 سنة. لقيت صعوبات كثيرة إنه لحالي ولدت لحالي، يعني يوم كنت بسوريا ولدت الأهل الأقارب سلفاتي الأخواتي كنا نيجي علي هون، يعني ما في حدا إجا لعندي، يعني حسيت بالوحدة، لقيت صعوبة كثير إنه أعتني بالبنت كمان كانت هناك بسوريا، يعني يديروا بالهم عليها هم يحفظوها هاي. Save the Children Jordan have launched the Infant and Young Child Feeding Program in Zaatari Camp in December 2012. We are mainly here to raise awareness about the optimal feeding practices for children, the early initiation of breastfeeding, exclusive breastfeeding, starting complementary feeding at 6 months.